اللي بتتم بالصناعات الدوائية، وكنا حكينا إنه راح نحكي يعني تحديدا عن عملية الدراينج اللي بتتضمن إزالة المي باستعمال اللي هو الهواء، اللي هو هذا سميناه Water Air System بعملية الدراينج. وحكينا علشان نفهم عملية الدراينج بشكل صحيح، المفروض إحنا يعني نعرف تأثير الحرارة ودرجة الرطوبة لعينة الهواء اللي نستخدمها للتجفيف. حكينا المرة الماضية إنه عملية التجفيف باستعمال الحرارة، كل ما زدنا درجة الحرارة بتزيد سرعة التبخر، لكن مع الانتباه لنسبة الرطوبة الموجودة بالهواء. مثلا إذا كانت عينة الهواء درجة رطوبتها 100%، فبالتالي لن تستطيع أن تحمل أي كمية إضافية من المي من الرطوبة، وبالتالي لن نستطيع أن نبخر باستعمال عينة هواء رطبة بنسبة 100%. وبالتالي كل ما ارتفعت درجة الحرارة لعينة الهواء، كل ما زادت الكارين كاباسيتي وقلت الريلاتيف هيوميديتي، وبالتالي بتزيد سرعة التجفيف. إذا الاتفاق العام إنه كل ما زادت درجة الحرارة بتزيد سرعة التبخر وبتقل الريلاتيف هيوميديتي، وبالتالي بتزيد درجة أو rate of drying. الآن إذا بدنا نحكي عن عملية الدراينج بحد ذاتها وبحيثياتها، الدراينج involves both heat and mass transfer. إذا في عندي heat and mass transfer، كيف يعني؟ يعني في عندي عملية انتقال حراري، الحرارة بتنتقل من مثلا إذا بدي أحكي عن التجفيف بأوفن بفرن، الحرارة بدها تنتقل من البيئة المحيطة بالجرانيولز، افترض انه احنا عمالنا بنعمل تجفيف للجرانيولز، لتنتقل الحراره من البيئه المحيطه للجرانيولز الى سطح الجرانيولز، ومن سطح الجرانيولز الى داخل خلينا نحكي الجرانيولز، وبالتالي في عندنا انتقال للحراره هيت ترانسفير، ومقابل الهيت ترانسفير هذا في ماس ترانسفير، الجزيئات المي بتتبخر من السطح وبتغادر السطح. لأن ننتبه لشغله انه عمليه الايفابوريشن هي عملية ماصة للحرارة، وبالتالي السطح البودرة أو الجرانيولز لما بتتبخر عنه المي هذا ببرد السطح، وبالتالي في عندي إذن عملية انتقال للحرارة دائمة في heat transfer، تنقل الحرارة لسطح البودرة أو الجرانيولز وبالتالي إلى الداخل، وكذلك الأمر في عملية تبخر للمي، انتقال لجزيئات المي إلى المحيط. Heat must be transferred to the surface of the material in order to provide the latent heat of evaporation for the moisture. Mass transfer involves the diffusion of water through the material to the evaporating surface, diffusion of the resultant vapor into the passing air stream. يعني بده ينتقل الماء من سطح بالنهاية من السطح إلى الهواء المحيط بهاي المادة اللي عمالنا بنجففها. The rate of drying depends on the rate of heat transfer. إذا الآن بهمنا ندرس rate of drying، سرعة التجفيف، لأنه إذا إحنا بدنا نجفف granules، wet granules مثلا لصناعة التابلتس، عملية التجفيف هاي بدنا نعرف كم ستستغرق من الوقت، وبالتالي سرعة التجفيف هنا ضروري نعرف العوامل اللي بتأثر عليها. إذا بيأثر على rate of drying، rate of heat transfer، سرعة انتقال الحرارة، لأن الحرارة ستنتقل إما بالconvection بالحمل أو by radiation بالإشعاع أو by conduction بالتوصيل. Coefficient of mass transfer، الآن mass transfer، إذا أكيد rate of heat transfer كل ما زدنا سرعة إيصال الحرارة. لما ننتبه لشغلة إنه إحنا صحيح إنه منثبت الحرارة على الفرن على الأوفن، ممكن نثبت الحرارة عليه مثلا على 50 درجة مئوية. الآن الحرارة صحيح 50، لكن يعني إذا كان في انتقال للحرارة لداخل الجرانيولز، هذا ممكن نحتاج إنه يكون في مروحة داخل الأوفن، هاي المروحة تعمل كونفكشن، نقل للحرارة، بتساعد على انتقال الحرارة إلى داخل الجرانيولز، وبالتالي إذا في عندي هنا انتقال للحرارة إما
يعني على الأغلب بده يكون في عندنا هون convection، نقل الحرارة حتى يصير في زيادة بالريت اوف هيت ترانسفير. الآن coefficient of mass transfer برضه، إذا كل ما زادت الريت اوف هيت ترانسفير بزيد عندي الريت اوف دراينج. coefficient of mass transfer الماس اللي هي المي، جزيئات المي بتتبخر وبتنتقل من سطح البودرة أو سطح الجرانولز إلى الهواء المحيط فيها. الآن speeding up the air speed، لما أنا باجي بزيد من سرعة حركة الهواء إيش بعمل؟ بجدد عمالي الهواء اللي موجود قرب سطح الجرانولز، وبالتالي بزيد من rate of drying. ننتبه لشغلة إنه إحنا الأوفنز أكيد لازم يكون فيها continuous circulation، يعني ما بنفع أنا أجيب فرن مغلق تماماً وأرفع الحرارة، يعني راح تتبخر المواد، بعدين راح يصير في saturation إشباع داخل الأوفن ووقف التبخر، وبالتالي لازم يكون في عندي continuous circulation، يعني هواء فريش بيدخل للأوفن بسرعة معينة وبيطلع في exhaust، بيطلع الهواء المشبع بالماء أو اللي فيه نسبة رطوبة عالية. فإذا في سيركوليشن داخل الأوفنز وسيركوليشن من برا لجوا. Humidity differential, the difference in the absolute humidity of the evaporating surface and the passing air. طبعا هذا بيأثر على الماس ترانسفير، كل ما كان الهواء جاف أكثر كل ما زاد الفرق ما بين الهوميديتي على الإيفابوريتينج سيرفيس والهوميديتي بالباسنج اير، وبالتالي بيزيد من معامل انتقال الجزيئات من جزيئات المي من سطح الجرانيولز إلى الهواء المحيط، وبالتالي كل ما كان الهواء جاف أكثر بتزيد سرعة التجفيف. The area of evaporating surface، كل ما زادت the area of evaporating surface بتزيد the rate of drying. لما نحكي عن the drying of solids، the percent، كيف بعرف أنا نسبة الرطوبة الموجودة على السطح؟ الآن إذا بحكي لكم أنا مثلاً في بودرة عنا زي النشا مثلاً، النشا لو أخذنا عينة من النشا وحللناها starch، منلاقي إنه نسبة المي الموجودة في كل 100 جرام 5 جرامات. 5 جرامات من المي في كل 100 جرام من النشا، يعني النسبة 5%. فإذا في عندي أنا مصطلحين هون للتعبير عن كمية المي الموجودة في البودرة. في عندي المصطلح الأول هو percent loss on drying، percent loss on drying اللي هو weight of water in the sample على total weight of wet sample، يعني زي كيف هلا حسبنا إحنا حكينا مثلاً 5 جرامات من المي موجودة في كل 100 جرام من النشا اللي هو النشا مع المي. فإذا في عندي 95 جرام نشا و5 جرامات مي، البيرسنت لوس اون دراينج هنا كيف نحسبها؟ 5 على 100 ضرب 100% تطلع 5%. الآن باصطلاح ثاني البيرسنت مويستر كونتنت بتم احتسابها بطريقة مختلفة، اللي هي الويت اوف ووتر ان ذا سامبل اللي هي 5 جرامات بهذا المثال على الويت اوف دراي سامبل اللي هي 95 جرام بهذا المثال، ضرب 100% بيطلع عندي اللي هو البيرسنت مويستشر كونتنت. راح احط لكم اساينمنت انا على هاي الحسابات ان شاء الله اليوم، ويعني علشان تتمرنوا على، يعني حسابات بسيطه هي لكن تمرنوا عليها. فاذا بنقدر احنا نحسب كميه الرطوبه، لو انا عندي عينه من البودره بوزنها وبعدين بعرضها لحراره، ممكن اسخنها وأشوف وزنها بعد التسخين وقبل التسخين. الفرق بالوزن هذا على الأغلب إنه مويستر مي تم خروجها عن وتبخرها عن السطح. بحسب إذا فرق الوزن هو الوزن المي الموجودة في البودرة، بقسمها على وزن البودرة بطلع عندي اللي هو حساب لإما المويستر كونتنت أو اللوس أون دراينج زي ما شفنا بالمعادلات السابقة. It is important to know the time required for the material to dry to the required moisture content in a particular drying process. ضروري نعرف الزمن، يعني احنا بالنهاية بالصناعة مسألة الزمن كثير مهم، يعني هل انا راح اضيع ساعتين من وقتي مثلا بالتجفيف من وقت الصناعة او خمس ساعات بالزمن؟ الان هذا الوقت
ممكن يكون مهم بعدة نواحي. ممكن يكون مهم بالنسبة لنا زمن التجفيف من ناحية تكلفة مالية، وقد يكون كذلك زمن التجفيف مهم من ناحية أنه المادة هاي اللي هي راح تتعرض للحرارة لمدة زمنية طويلة ممكن تخرب بهاي المدة الزمنية الطويلة، أو ممكن يصير في عليها some sort of يعني degradation، أو قد يكون microbial growth مثلا. فلذلك الزمن هنا مهم أن نعرف كم الـ drying time اللي إحنا بلزمنا لتجفيف العينة. The drying can be obtained by monitoring the weight of the sample while it is being dried. الآن إحنا ننتبه لشغلة هون، إنه عادة لما منجفف ما منجفف حتى نوصل لصفر بالمية مويستر بالبودرة، يعني بهمنا يظل في كمية معينة من المويستر موجودة في الباودر أو الجرانيولز، خاصة بصناعة التابلتس، لأن وجود هاي المي بنسبة معينة في الباودر أو الجرانيولز بتساعد على عملية الكمبرسيبيليتي أو الكمبريشن أو الباودر، بتساعد على تشكل الحبة. يعني عادة مثلا زي مادة زي المايكرو كريستالين سيليلوز، يعني إذا كان فيها نسبة 4-5% مثلا من الرطوبة، هذا يعني بيساعد على عملية الكمبرسيبيليتي أو الكمبريشن of the powder. إذا كان very dry powder ممكن يظهر عندنا مشاكل بعملية صناعة التابلتس، وبالتالي بدي أوصل أنا للي هي بنسميها equilibrium moisture content مناسب. equilibrium moisture content مناسب. خلينا نشوف السلايد اللي بعد هذا اللي هو بيحكي عن equilibrium moisture content، وبعديها بنرجع للسلايد اللي قبل. إذا at the equilibrium moisture content the drying rate is equal to zero، يعني أنا بوصل لسرعة التجفيف تساوي صفر. إذا عند ال equilibrium moisture content بمعنى آخر في عندي equilibrium، يعني أنا على سطح البودرة في مي بتتبخر وعلى سطح البودرة في مي بتتكثف، في equilibrium في توازن، كمية سرعة التبخر تساوي سرعة التكاثف، وبالتالي بيظل كمية المي اللي موجودة على سطح البودرة ثابتة بدون تغيير، 4% مثلاً 4%. The moisture content of the material is in equilibrium with the atmosphere. The material exerts vapor pressure equal to that of the atmosphere. Equilibrium moisture content of various materials are different under the same conditions depending on the nature of the material and the capillary pores that retain water. يعني الإكوليبريم مويستر كونتنت على إيش بيعتمد؟ بيعتمد على خصائص المادة نفسها، بيعتمد على درجة الحرارة تبعت التجفيف، وبيعتمد على الريلاتيف هوميديتي درجة الرطوبة للهواء المحيط بالعينة اللي موجودة عندنا. إذا الإكوليبريم مويستر كونتنت بيعتمد على ثلاث أشياء رئيسية. الشغلة الأولى خصائص المادة، خصائص البودرة مختلفة، والشغلة الثانية اللي هي درجة الحرارة، والشغلة الثالثة اللي هي درجة الرطوبة للهواء المحيط بالعين. أي تغير بهذول الثلاث بيؤدي إلى تغير بالإكوليبريم موشر كونتنت اللي هي درجة التوازن اللي بنوصل لها عند تجفيف البودرة. طيب إذا نتطلع هون على هذول، في عندي منحنيين أنا هون. المنحنى الأول ببين لي المويستر كونتنت المحتوى المائي لعينة موجودة عندنا من البودرة، وعندنا هون الدراينج تايم زمن التجفيف. الآن ما بهمني أنا، مش ذاكر درجة الحرارة، مش ذاكر درجة الريلاتيف هوميديتي للهواء، بس عمالي براقب أنا عينة عمالها بتتجفف وبشوف كيف وزنها بقل مع الوقت، أو خلينا نحكي المويستر كونتنت نسبة الرطوبة فيها كيف بتقل مع الوقت. فإحنا شايفين هنا كيف يعني مقسمينها هم بهاي الرسمة لعدة مراحل، لكن أنا يعني اللي بدي إياكم تعرفوه إنه كمية المي مع استمرار وقت التجفيف تتناقص حتى نصل إلى النقطة E. عند النقطة E اللي هي منوصل للإكوليبريم موشتر كونتنت بيثبت وزن العينة، بيثبت وزن العينة وما بتغير مع الزمن، وكذلك الحال طبعا المويستر كونتنت نسبة الرطوبة بتظلها ثابتة ما بتتغير. ليش؟ لأنه المادة ثابتة،
الحرارة ثابتة ورطوبة الهواء المحيط ثابت، فبالتالي راح أوصل أنا بعد وقت معين إلى النقطة E اللي هي الإكوليبريم موشر كوندنت، وهذا هو الهدف من عملية التجفيف. الآن ممكن نطلع بهاي الرسمة على نفس عملية التجفيف، لكن هنا أنا بغير المنحنى، يعني الرسمة صارت عندي هون الدراينج ريت، سرعة التجفيف على الواي أكسس، وعلى الإكس عندي هنا اللي هي الموشر كونتنت اللي هي نسبة الرطوبة اللي موجودة عندنا. فمنلاحظ كيف أنه الاتجاه هون إلى اليسار هو اتجاه تزايد الموشر كونتنت، يعني عكسي هذا الإكس أكسس. السهم هون بدلني أنه كل ما اتجهت لليسار بزيد الموشر كونتنت اللي هي عند النقطة A و B، أعلى موشر كونتنت. ونشوف كيف إذا سرعة التجفيف تتغير حسب مرور الوقت أو حسب كمية الموشر كونتنت المتبقية. يعني بنبدأ بالبداية عند النقاط A و B و C، نسبياً سرعة التجفيف بتكون نوعاً ما عالية، لكن لما بننزل لـ D و E سرعة التجفيف بتقل، لأنه بتكون كمية الرطوبة قلت بشكل كبير على العينة. لكن بهمني أنا هون عند النقطة E الدراينج ريت كم تساوي؟ صفر. عند النقطة E اللي هي نفسها هاي النقطة E، هنا كسرعة تجفيف الدراينج ريت تساوي صفر. ليش؟ لأنه المادة لا تخسر من وزنها للتبخر. عشان نكون دقيقين أكثر، أي كمية بتتبخر من المي برجع بتكثف مقابلها من الهواء المحيط، فإذا سرعة التجفيف تساوي صفر عند الإكوليبريم موشر كونتنت. إذا الـ behavior of solids during drying عندنا equilibrium relative humidity، بس يعني هي نفسها relative humidity وأنا بالنسبة لنا. الآن أنا بهاي الرسمة بدي أشوف عدد من المواد، أربع مواد مختلفة، والأربع مواد مختلفة هذولا عرضتهم لـ relative humidity conditions مختلفين، وشفت كيف الـ moisture content لهم بيتغير. يعني جبت بودرة اللي هي إيثيل سيلولوز، والبودرة الثانية اللي هي ميثيل سيلولوز، والبودرة رقم ثلاثة اللي هي الستارش، والبودرة رقم أربعة اللي هي بنتونايت. أربع أنواع مختلفين من البودرة، وصرت أخزنهم بظروف مختلفة على حرارة معينة. يعني ثبتت الحرارة هون وإجيت صرت أغير بدرجة الرطوبة، مرة حطيتهم على 30% relative humidity، مرة حطيتهم على 45%، مرة حطيتهم على تقريبا 60% relative humidity، على حوالي 80%، وهكذا صرت أحط الباودر هاي على relative humidity مختلفة وأقيس كمية الرطوبة اللي بتزيد على وزنها لهاي المواد المختلفة. إذا الآن أنا عمالي بدرس شو تأثير اختلاف المادة على كمية الرطوبة اللي بتعلق على سطحها تحت نفس الظروف. فإذا شفنا هنا مقارنة، مثلا مادة زي الإيثيل سيلولوز مادة معروفة إنها هي مادة هيدروفوبيك، ما بتذوب بالمي، وبالتالي شوف كيف يعني الموستر كونتنت وصلنا لعند 60% وبعده الموستر كونتنت تقريبا صفر، ما أخذ أي كمية من الرطوبة. تقريبا لما نرتفع بعد 80% وعند 100% تقريبا ريلاتيف هيوميديتي، صار في عليه تقريبا 2% 3% موستر كونتنت مادة زي الإيثيل سيلولوز، إذا مادة هيدروفوبيك. إذا نطلع مادة زي الميثيل سيلولوز، يعني في لها قابلية إنها يعني تذوب بالمي إلى درجة ما، وبالتالي منلاحظ كيف إنه اختلفت شكل الرسمة على تقريبا 30% عندي، يعني صار في نسبة تقريبا 2% من الموستر كونتنت، وهكذا مع زيادة الريلاتيف هوميديتي زادت الموستر كونتنت حتى تصل بالنهاية إلى حوالي 10%. إذا بنأخذ مادة زي النشا بنشوف كيف مع زيادة الريلاتيف هوميديتي كيف تصير تأخذ تمتص كمية أكبر من المي حتى نوصل لتقريبا قريب من 20%. يعني 20% من وزن النشا ممكن يكون يعني مي، فهي طبعا كمية كبيرة. ومادة كثير هيدروفيليك زي البنتونايت يعني بمتص كمية كبيرة من المي على different relative humidity conditions، وبالتالي لأن أنا ميزت يعني مواد مختلفة عرضتها لنفس الظروف من relative humidity moisture content، لكنها استوعبت كميات مختلفة من الرطوبة كmoisture content، وبالتالي اختلاف نوع المادة، اختلاف المولكولر structure، اختلاف particle size، اختلاف particle shape كذلك،
والبوروسيتي بيؤدي إلى اختلاف كمية الرطوبة اللي ممكن تمتصها المادة أو تعلق على سطحها تحت نفس الظروف من الريلاتيف هيوميديتي ودرجات الحرارة. فإذا هنا البنتونايت أكثر مادة يعني بلا 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 منافس، خلينا نحكي المويستشر كونتنت إلها مقارنة مع المواد الثانية، والإيثيل سيلولوز أقل مادة إلها مويستشر كونتنت تحت نفس الظروف مقارنة مع المواد الثانية اللي موجودة عندنا هنا بهاي الرسمة. بعض الماكينات اللي تستخدم بالصناعات الدوائية من أدوات التجفيف للدرايرز عندنا التري أند تروك درايرز. الآن طبعاً إحنا يعني دائماً الصناعة بنفكر بالكميات، يعني كميات بالصناعة بدها تتم إنتاجها. إذا بدنا نعمل دراينج للجرانيولز بدنا أوفنز، دراينج أوفنز كبير، يعني بدنا يعني بيكون عادة صواني ستينلس ستيل مثبتة على رفوف عجال لها عجال، وهي الرفوف كلياتها التري والتراك تدخل كلياتها جوا الأوفن، بيكون أوفن كبير طبعا متحكم بحرارته، متحكم بالريلاتيف هيوميديتي للهواء اللي داخل إله وسرعة دوران الهواء وتحركه داخل هذا الأوفن. فإذا في عنا التري أند تراك درايرز اللي هي فيها الماتيريال to be dried is placed on trays، بيكون في صواني من ستينلس ستيل placed inside a cabinet جوا خزانة اللي هي عبارة عن الأوفن with a circulating air and controlled temperature. The truck dryers racks equipped with wheels that can be rolled into and out of the drying cabinet. يعني التراكس هاي عبارة عن رفوف racks، وهاي الراكس بنحط عليها الصواني وعليها عجال تدخل جوا الأوفن. Tunnel and conveyor dryers برضو هاي عبارة عن عملية تجفيف زي نفق أو ممر بتمر منه التريز الصواني، خلال مرورها بتتجفف يعني على أساس يعني تكون العملية تقريبا continuous أو semi continuous. Other drying systems عندنا اللي هي fluidized bed systems. إذا في عندنا conventional drying systems اللي هي باستعمال ovens، في عندنا other drying systems زي fluidized bed systems واللي حكينا عنهم بالصناعية إذا تتذكروا، حكينا عن عمليات الدراينج بعملية الجرانيوليشن ممكن تكون بفلويدايزد بيت سيستمز. طبعا أكيد it offers fast drying time. في عندنا كمان السبراي درايرز. الآن السبراي درايرز هذولا ما بنجفف فيهم جرانيولز، لكن ممكن نجفف فيهم سوليوشنز، بنحضر المواد بصفات مختلفة خلينا نحكي لما نعملهم سبراي دراينج. السبراي دراينج عبارة عن زي ما بنحكي بالاسم سبراي ودراينج، في بخاخ بخ السوليوشن. السوليوشن هذا بيكون ممكن يكون يعني السوليوشن ممكن يكون ذائب فيه المركب اللي احنا مهتمين فيه، لما نعمل له سبراينج بنبخه بتحول هذا السوليوشن الى رذاذ. الآن هذا السبريم بيكون البخة هاي أو الرذاذ هذا بيكون جوا حجرة حرارتها مرتفعة، تبخر المي أو تبخر السائل وبضل عندنا بارتيكلز، عادة بيكون شكلها سفيريكال للمركب اللي إحنا مهتمين فيه، زي مثلا اللاكتوز. اللاكتوز ممكن نحضره إحنا على شكل سوليوشن وبعدين نعمل له سبراي دراينج، نبخه في بالجهاز هذا، الجهاز إذا بخاخ ببخ الرذاذ جوا حجرة مرتفعة الحرارة فبيعطيني تبخر للسائل، بضل بالرذاذ اللي هو اللاكتوز، بصير اسمه سبراي درايد لاكتوز. في له خصائص يعني مميزة خلينا نحكي بالصناعات خاصة صناعة التابلت، سبراي درايد لاكتوز. ممكن نعمل سبراي دراينج لسوليوشنز سلوريز أو ثين بيست. فريز دراينج، إذا عملية الدراينج هنا إحنا باي فريزينج شوي مختلفة عن اللي إحنا كنا نحكي عنه سابقا. إحنا كل اللي حكيناه لغاية الآن إن إحنا بنرفع الحرارة ومنسيطر على الريلاتيف هيوميديتي للهواء وبتتم عملية التبخر، إذا بالتسخين، إذا تجفيف
بالتسخين، وهذا الشيء البديهي اللي احنا متعودين عليه، لكن في طريقة للتجفيف بتكون بالتبريد، نسميها فريز دراين. الآن علشان يصير عندنا فريز دراين بدنا نعمل فريزنج، أكيد إن الاسم بدنا نجمد، وبالتالي this process is used for drying of heat sensitive material، يعني مواد تتأثر بالحرارة، ممكن يكون إنزيمات، ممكن يكون بروتينز، أدوية polypeptides، ما بدنا نخرب الستركتشر تبعها، very delicate very sensitive materials لما نيجي نجففها بهذه الطريقة بدنا نجمد. ممكن بعض أنواع المطاعيم بتكون freeze dried أو نسميها lyophilized، بيكون فيها delicate structure نحافظ عليه وأكيد بخرب بالحرارة، وبالتالي هاي البروسيس بتكون مناسبة. The material to be dried is first frozen and then subjected to vacuum، يعني إحنا أول إشي منجمد، وعادة هاي المواد تتجمد بالديب فريز يعني على حرارة تبريد ناقص 60 مئوي أو فما دون، وبعدين نعمل فاكيوم يعني نشفط الهواء المحيط بالعينة، فبصير في عنا عملية سبليميشن، تسامي أو انتقال للمي من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة، وبالتالي نخلص من المي بهذه الطريقة، بتتم عنا عملية تجفيف. This process is also known as lyophilization. إذن هاي العملية نسميها كذلك lyophilization أو freeze drying. من يعني كثير من عملية مهمة هاي ببعض الصناعات الدوائية، واللي هي يعني عكس المتوقع، بالتبريد بتتم عملية التجفيف، لكن مش تبريد عشوائي، تبريد مع خفض للضغط حول العينة اللي إحنا بدنا نجففها. هذا بتذكروه الفيز دياجرام اللي أخذناه للمي سابقاً، أخذناه بالفيزيائية بصدر الفيزيائية، شفنا كيف إنه المي بتكون بالحالة الصلبة وبالحالة السائلة وبالحالة الغازية، والمتوقع إحنا على 760 مليمتر زئبق اللي هو الضغط الجوي 1 أتموسفيريك بريشر، أخذنا إنه على 1 أتموسفيريك بريشر الميلتينج بوينت انصهار الجليد بيكون على حرارة صفر مئوي، وإذا رفعنا الحرارة أكثر بندخل بالحالة السائلة، وإذا رفعنا الحرارة أكثر على 1 ضغط جوي المي بصير لها بويلينج على حرارة 100 درجة مئوية، وبعد ذلك بصير في عنا فيبر بخار للماء. الآن إذا أنا بدي أعمل lyophilization بكون بدأت من هون على ضغط جوي 1 أتموسفيريك بريشر، ممكن أكون بدأت بالعينة مثلاً هون على حرارة الغرفة، تمام؟ فشو بعمل؟ ببرد العينة، ببردها على حرارة ناقص 60 أو ناقص يعني 70 مئوي بالديب فريز، يعني بنحطها تتجمد العينة. بعد ما تتجمد العينة شو بعمل؟ طبعاً يعني في أجهزة بسموها فريز درايرز، في أجهزة موجودة عندنا جهاز بالمختبرات، يعني مختبر الصناعية، مختبرك كذلك موجود إذا حدا انتبه له، يعني موجود جنب التابلت مشين. هذا الجهاز شو بيعمل؟ ببرد على حرارة يعني قليلة جدا، ناقص 60 فما دون، وبنفس الوقت بيكون في فاكيوم بامب، يعني مضخة بتشفط الهواء وبتقلل الضغط حول العين، وبالتالي إحنا بنكون هون عند هاي الحرارة. شو بنعمل؟ نبدأ ننزل الضغط، بنزل الضغط بنظل ننزل الضغط إلى يعني درجة قليلة جدا، بحيث إنه يصير تقريبا فراغ حول العينة. فشو بصير؟ بننتقل بالمي من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون، لأن هنا فيبر، هاي المنطقة الفيبر، دون المرور بالحالة السائلة، وهذا اللي هو بصير فيه إنه هنا عملية فريز دراينج. فبعد ما تنتهي عملية التجفيف بنطلع العينة، بتكون جافة عبارة عن بودرة بمزايا خاصة جدا، يعني ناتجة بنسميها lyophilized powder، وهي بتكون delicate هاي الباودر عشان نحافظ على هاي الخصائص اللي طلعت في هاي البودرة. فإذا مش كل التجفيف بيتم بالتسخين، في عندنا تجفيف بيتم كذلك بالتجميد. يعني